يعني من داخل هذا. ثم نمر الآن إلى القلب والشرايين. فانظروا ان سبحان الله ان يعني تركيز الكوليسترول كميه الكوليسترول تنقص في الدم وتنقص تنقص بكثير، وكذلك الهرمونات التناسليه هذه ال H وال LTH لا عند النساء كذا ولا عند الرجال، ان الهرمونات التناسليه كذلك تنقص اثناء شهر رمضان. ولكن يعني الغريب هذه النقصان ديال الكوليسترول ان الان بهضت علماء التغذيه وعلماء الطب بهضتهم هذا يعني النزول ديال الكوليسترول اثناء الصيام، ويكون يعني ملحوظ جدا يعني بعد اليوم السادس من شهر شوال، يعني بعد 36 يوم تكون تركيز كوليسترول يعني على احسن ما يرام. وانظروا الى اضطراب ديال الجليسيمي، اضطراب ديال تركيز السكر في الدم في اليوم الاول والثاني والثالث تصومون بمشقه. لماذا؟ لانكم لا تصومون فيما عدا رمضان، كتصوموا غير رمضان، تتبقوا جايين على الماكله حتى رمضان طاف، يعني كتقطعوا دفعه واحده طلعت الحال، تركيز السكر في الدم ينزل الى 0.8، كي اللي تنزل عنده اكثر، كي اللي تنزل عنده 0.72، و0.72 هما آلام رأس ميغرين، يعني لابد ما تحسوا بآلام رأس، لابد، لأن تركيز السكر هو آلام رأس. لكن بعد 3 أيام لا تحسون بشيء، شوفوا تكيف الجسم، يعني حتى الجليسيميا يعني تركيز السكر في الدم يتكيف الجسم ثم تصبح على احسن ما يرام. في اليوم الاول والثاني والثالث تنزل الى 0.75 0.72، ولكن بعد يعني 3 أيام في اليوم الخامس والسادس لا يمكن ان تنزل على 0.85. يعني الجسم يتكيف، يعني يصبح يعني يجد هذا السكر، ثم 0.85 هي أدنى حد التي تهبط في شهر رمضان، ثم يبقى عند غالبية الأشخاص كثرش الأشخاص الذين يصومون كثيرا فيما عدا رمضان، فلا يكون هناك اضطراب في تركيز السكر في الدم أثناء شهر رمضان، ولا يكون الثلاث أيام الأولى فيها ارتخاء، فيها كسل، فيها دوران في العشية تتحس بدوران، فيها آلام رأس. علي لماذا؟ لأن الجسم يتكيف.